انا عايز براءتي. نعم اخويا، ده عملها لك ازاي دي؟ ما معتقدش ان عندك معلومه ممكن تفيدني، والا كان زمانك قبضت على سليم الانصاري بنفسك، الا بقى لو انت سبته يهرب بمزاجك. مش صلاح التوخلي قال له الكلام ده عاوني. سلمني سليم الانصاري وانا عنيا ليك. كل يومين ثلاثه والهم ده يزيل عننا كلنا باسم الله. وانت فشلت ان انت تجيب سليم الانصاري بسبب طريقتك دي، والملف لما جالي انا ليا طريقتي. ايوه يا سليم بيه، زناتي جه. هو لما تعيش مراد حسن الضبع احسن ما تموتي عزب ولا ايه؟ النهارده حق بالذوق بالعافيه هيخلص. ابراهيم السني اطيعا عاوزينه يطلع براءه. انا اعرف عنك كل حاجه، ولو عايز اقلب عليك الدنيا هقلبها في ثانيه. هعمل ده كله ليه؟ لوجه الله، عشان تتقي شري. انت مش عارف انا مين وممكن اعمل فيك ايه يا صالح؟ امشي اطلع بره، والا هضربك بالجزمه زي زمان. انت عارف ان انا لو قتلتك دلوقتي يا صالح ما يبقى لكش دية؟ شيل ايدك من على سلاحك بدل ما اهلك يزعلوا عليك، بدل ما انا اللي قسم العظم هضربك بالنار. الشر انتوا اللي جبتوه لنفسكم. انا خلصت لك مع حسن الضبع خلاص. خلصوا لي القضيه الاول وبلغوني. هسلمك سليم تسلمني نوره. وانت مالك يا زلطه اذا كانت نوره في البيت ولا لا؟ ايه بتراقبها؟ مالك يا ست سميحه واخداني على الحامي كده ليه؟ هو انا غلطان انا بطمن؟ بتطمن؟ بأمرت ايه؟ بأمرت كبيره، والنبي وسع على سبع جار. الا بالحق بقى فين الست نوره؟ اصل بقالي بتاع يومين كده مش هي. احسن تكون مسافره ولا حاجه، احسن بعد الشهر تكون عيانه. لا لو عيانه قولي لي، انا مش من هنا وحاسس بغربه ونفسي اعمل لحد شوربه. اشربها واتطرق وشيل نوره يا زلطه من دماغك، وسيبك والنبي بقى من جو الشهامه اللي مش لايقه عليك دي. الخراب اللي احنا فيه ده كله من تحت راسك انت ومعلمك. والله العظيم زلمانه يا ست سميحه، طول ما انت حطاني في كفه واحده انا والمعلم حسني، ده مش عادل. عادل؟ مش عادل ليه؟ ما انت ماشي وراه زي ظله، وكل مصيبه انت وراه فيها. والله العظيم جبر بيجبرنا يا ست سميحه، بس ربنا وحده اللي يعلم معزتك عندي عامله ازاي. انت والست نوره. طب طرقنا، اتكل على الله. الله يسهلها. طب تكلمي عليها. اتكل على الله. الله يسهلها. طب صوره ليها بقى. يعني هي نايمه؟ طيب هي نايمة؟ أنا مش فاهم يا عم صالح، أنت ليه مستهون بالموضوع أوي كده؟ وعايزنا نشيل هم إيه بس يا ابني؟ إذا كانت الدنيا ما تسواش جناح بعوضة. وبعدين أنا مش قلت لك قبل كده إن اللي يشيل هم الدنيا يبقى عبيط. ماشي، بس يعني ما نقعدش نتفرج، لازم نعمل حاجة. أنت ليه مش عايز تفهم؟ بلدنا دي بره الدنيا، والحكومة ما بتسألش فينا بقالها سنين. وعزام العدوي ده له في كل حتة. بدل الواحد 2 و10. يعني ايه؟ مفيش حد قادر عليه يعني؟ ربنا وحده اللي قادر عليه يا ابني. وبعدين انت عايزنا اجيب لك البوليس لحد هنا؟ هات البوليس لحد هنا. ولو عليا انا وابراهيم هنمشي نروح اي حته. هتروحوا فندق ولا الكنده؟ يا ابني سيبك من الكلام ده وركز في اللي انت فيه. يا عم صالح انا ما رضينيش انت تاذي بسببي. بسببك؟ انت مالك؟ ده موضوع قديم. وانت تشكر انك وقفت له. انت اللي تشكر اللي عملته معانا، وانا عمري ما انسى وقفتك جنبي. بس دلوقتي انا عايز اطمن عليك. دلوقتي لو عطيه جه بعد المده ولقاك جوه البيت، ايه اللي هيحصل؟ لا يحيق المكر السيء الا باهله. انت دماغك ناشفه كده ليه؟ يعني ايه يا عم صالح؟ هنفضل قاعدين مستنيين نتفرج عليه وهو داخل علينا؟ ازاي يعني؟ يا ابني اللي هو هيعمله واللي احنا هنعمله قدر ربنا. اللي هيحصل سواء احنا بمزاجنا او غصب عننا هيحصل. المكتوب مفيش منه مهروب يا سليم. يبقى نشغل قلبنا وعقلنا باللي ملناش فيه ليه. ركز في اللي بتعمله وسيب بعدين لبعدين. يا جدعان الناس ملمومه كده ليه؟ خد يالا. انت حسين البرعي؟ هو مرة باشا. يلا يلا يلا. ايه يلا يلا؟ ايه؟ طب يا باشا، يا باشا دول ما فتشتنيش. يا باشا انتوا ما فتشتنيش. يا عم اهدى يا عم. يا عم اهدى على نفسك يا عم. بقول ايه يا معالي الباشا؟ لا مؤاخذه، الواد ده واخدينه ليه؟
خليك في حالك يا عم حسني. بس لا مؤاخذة يا باشا، الواد ده حبيبي ونفسي اطمن عليه. وحبيبك يا اخويا هو اللي سرق حاجات ابراهيم السني، وفي 4 شهود على الكلام ده، والنيابه امرنا بظبط. معقول يا باشا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يلا الدنيا جرى فيها ايه يا جدعان؟ يلا يلا ما اشوفش واحد. ايه معلم؟ يا معلم بالله عليك ما تسيبنا. معلم يا معلم الحقني وحات امي. اقص عليك يا دنيا، بقى الوادي الواطي ده يعمل كده في ابن حتته؟ ربنا يفك كربك يا ابراهيم وترجع لنا بالسلامة يا اخويا. لا حول الله. دنيا كله فاني. انت بس مستغربه عشان لسه عارفه من قريب، بس انا متعوده منه على كده، الدنيا تتشال وتتحد وهو ولا كأني في حاجه. يا بس كده مش صح يا هدى، كده بيأذي نفسه. يا ما قلت له والله، بس مفيش فايده، هو متعود من عطية على كده. الغريبة بقى المرة دي حكاية الجواز، غريبة بصراحة. مش غريبة ولا حاجة، بعدين انت اي راجل يشوفك اكيد هيفكر ان هو يتقدم لك او يتجوزك. ما قلتليش بقى هتعمل ايه بالفيديو اللي معاك؟ باني ما تعودتش اقول لحد اللي عامله، بس هقول لك انت يا ستي. ايوه سميحه، طمنيني، ايه الاخبار؟ بجد خلاص مسكوه؟ مسكوه امتى؟ طب يا سميحه انا هكلمك تاني. يا سميحه هكلمك. الو. ايوه زناتي. بص يا ابني، الهبهبه بتاعتك دي مش هتنفعك بحاجه. انا عندي 4 شهود بيقولوا ان انت سرقت العهده. في واحد شافك وانت داخل المستشفى، والتاني انت قلت له. في عمال كتير في المستشفى، لو واحد فيهم شهد ان شافك كده بقى موقفك هيبقى صعب قوي. ده غير المحلات اللي بره المستشفى، انا ممكن اجيب الكاميرات واشوف بقى الشرايط بتاعتها واعرف انت دخلت في اليوم ده ولا لا. احسن حاجه عشان تريح نفسك وتريحني تقول لي ايه اللي حصل بالظبط وتيجي معايا سكه. احكي لك يا باشا على كل حاجه. وما دام حسن الضبع ناوي يجي على سكتي خليه يستحمل اذيتي. وانت بقى مطمن لفريده دي قوي كده؟ طبعا مطمن لها اكتر من نفسي كمان. للدرجه دي؟ ست ما تعرفيش يا وده، انا فريده دي الوحيده اللي حبيتها في حياتي، وهي كمان بتحبني. مستني بس ربنا يكرمني كده ونطلع من المصيبة اللي احنا فيها، احاول نرجع تاني زي الاول. بس انتي متعرفيش بعد اللي عملته معايا ده كبرت جوه قلبي ازاي. لولاها كانت الدنيا راحت في 60 داهية. وعلى فكرة انتي كمان جدعة وعملت معايا واجب كبير قوي. اشكي ربنا يكرمك ان شاء الله يرزقك بحد جدع يحبك وتحبيه. بس المرة دي بعريس بجد، مش كده وكده زي ما احنا عملنا. يا ابراهيم وقفت المخبرين دي واقف كده ليه؟ يا باشا لا مؤاخذة، أنا أعمل كده ليه؟ إبراهيم ده حبيبي وصاحبي وابن حتتي، لا يمكن أذيه أبداً. أنا اللي بسألك يا حسني، تفسر بإيه الكلام اللي قاله زلطة؟ هو هو نفس الكلام اللي قاله إبراهيم. الله أعلم يا باشا، بس يمكن يعني إبراهيم لما اتزنق وحب ينجد نفسه قال الكلمتين دول، والواد زلطة لما عرف الكلمتين دول قالهم هم وارد برضو. يا سلام. يا باشا لا مؤاخذة، في مثل بيقول الحرامي بشيلته. في شهود عند حضرتك تثبت الكلام ده؟ أنا تحت أمرك. وأنت مش كان ليك عنده فلوس؟ طب ليه بس الإحراج ده يا باشا؟ ما تخلي الطبق مستور. هو زنق في قرشين كده واديتهم له، بس سددهم. سددهم؟ على داير مليم، أنا حقي خدته كاملا. بس الأذية ليها ألف باب يا باشا، أنا أذيه ليه؟ في حاجة تانية عايز تضيفها يا حسني؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا باشا في اللي ظلم الراجل الغلبان ده وبهدله هو وعيلته بالشكل ده. ربنا ينتقم منه. بس زي ما بقول لك يا باشا، انتوا ناويين تعملوا ايه مع ابراهيم؟ براءة مش كده؟ الله اعلم. ربنا يستر.
ايوه يا زناتي. مبروك يا نجم، ولا نقول كفارة؟ أظن أنا كده عملت اللي عليا، زلطة لبس والنيابة شالت اسمك من القضية خلاص. أنا الأوان بقى شبح أنت كمان تعمل اللي عليك. عروستنا الحلوة تروح على بيت جوزها. ها جاهز تنفذ الليلة؟ جاهز. أجيبهولك فين وإمتى؟ بس أعمل حسابك. سلمني أختي في حضني، هسلمك سليم. مش هحط صباعي تحت درسك. سلمت صباعك يا حبيبي. اسمعني كده بقى كويس عشان اقولك هنعمل ايه. ولو على عروسه سلمها لك، بس اعمل حسابك مش زنات اللي اتكرت على قفاه. يعني اي دقه نقص اعرف اجيبك انت وهي حتى لو في بطن امك. عارف يا زناتي، وشفت انت عملت ايه في الظابط اللي قد الدنيا. يا مالك انا بقى هتعمل فيا ايه؟ ما تخافش يا زناتي، انا عارف مصلحتي فين. بس انت قول لي بس عايز نعمل ايه بالظبط. طيب معلش يا حبيبتي، مش انا نبهتك قبل كده؟ انا ما حسيتش بنفسي، انا كمان غصب عني. انا اول مره احس الاحساس ده في حياتي. يا حبيبتي اول مره. كبرت يا هدى وبقى في اول مره، بس اكيد مش هتبقى اخر مره. استهدي بالله بقى، لحسن والله اجوزك الواد اللي اسمه عطيه ده، وتبقوا انتوا الاثنين عقاب لبعض. بقى انا عقاب يا عم صالح؟ طبعا، بس احلى واجمل عقاب في الدنيا. حضرتك ناوي تعمل ايه معايا؟ من يتوكل على الله فهو حسبه. سيبيها لله يا بنتي، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. شفت؟ عشان ما كنتش مصدقني. انا برضه على فكره لسه مش مصدق. مستحيل يا ابني انجي تعمل كده. يا تامر، انجي بتخوني بعد كل اللي عملته علشانها؟ يا ابني استهدى بالله كده وفهمني بشويش، ايه اللي مخليك متاكد يا شادي من كلامك العجيب ده؟ ما يمكن يا ابن الحلال تكون غلطان تاني يا تامر. ما هي بصراحه حاجه ما تخشش العقل يا اخي. مراتك بنت الناس المحترمة اللي انت قاعد لها صوابعك العشر ومولع لها في نفسك ليل ونهار، هتخونك؟ صدقني الحوار ده فيه سوء تفاهم. يا تام، هي اللي قالت لي بنفسها. قالت لك ايه؟ لما الشك كان هيموتني مسكت تليفونها وقلبت في مسنجات الفيسبوك، لقيت كلام بينها وبين الواد اللي هي مصاحبه. واجهتها بالكلام ده؟ ردت عليها بمنتهى البرود، قالت لي اهو بيحصل. ولو انت عندك كرامه طلقني. انا رسول على الفجر. مين ابن الصرمه اللي هي بتكلمه ده؟ لسه ما عرفتوش. ما عرفتوش ازاي؟ انت مش تقول لعيب بينهم كلام على الفيس زفت؟ يا اخي اللي بيسمي نفسه دبور. شفت؟ دبور بقى ما دبورش هنجيبه. احنا قد ما حدش يعرف يعلم علينا. واللي يفكر يحك معانا يستحمل بقى اذانا. مش لما نعرف مين هو الاول؟ اعرفه. وساعتها عليا الحرام من ديني احفر لك اسمك على وش امه حرف حرف عشان يعرف احنا مين. انا تعبان قوي يا صاحبي. تعبان وحاسس ان الدنيا كلها فوق دماغي. حاسس بيك. اقسم بالله حاسس بيك يا عم. عملت ايه مع بنت الكلب دي؟ ما لحقتش اعمل حاجه. رميت الكلمتين ومشيت. بص يا شادي، انا عارف ان الحوار صعب، بس عشان خاطر لازم نفكر بشويش عشان نعرف نتعامل بس مظبوط. رسيني دماغك فيها ايه؟ انا مش عارف افكر. انا حاسس ان انا انكسرت. انت عارف ان انا طول عمري ماليش في ابويا، ولا حتى هو حاول يقربني. ومن بعد موت امي الله يرحمها وانا ماليش في الدنيا حد، ماليش في الدنيا غيرك انت وانجي.
وهي دلوقتي انجي راحت. انا ماليش غيرك انت يا صاحبي. طلع عروسة عشان نلحق نوصل كده قبل ما سليم واخوك يوصلوا، عشان لو في اي عوى على حق تصرف. بصي بقى، انا مش معاك بيرد الله من ساعه ما جبتك هنا. كملي حلو معايا للاخر اكمل حلو معاكي. الشيطان يوزك وتقل عقلك وتعملي اي نمره واحنا في العربيه، ولا حتى بعد ما نوصل مش هتلحقي تروحي بيتكم. فهماني طبعا. يلا خير. أنا سفريدة. مساء النور. يا ترى إيه بقى الحاجة الخطيرة اللي أنت جايبانها عشانها في منطقة مقطوعة زي دي؟ أنا صلاح بيه. كنا رحنا معاه يا ابني بدل ما سيبناه يروح لوحده كده. وعن يدك يا شيخ صالح، هو عايز يروح لوحده؟ ربنا يعينه بقى، كل واحد اضرب ظروفه. على رايك. وبعدين ده معاه ربنا اللي اقوى واحن عليه من الكل. ربنا يوفقه يا رب. نزل سلاحك يا صلاح بيه. املا لي كمين استهانم. مفيش حد عامل لك كمين. بعدين انت بسبت القضيه. لما انت عارف ان انا سبت القضيه سمعت ايه اللي انت بتعمله ده كله؟ نزل سلاحك واحنا نتكلم. مش هينفع. حتى لو كنت سبت القضيه انا لسه راجل امن، وشغلتي ان لو قابلت مجرم لازم اقبض عليه. انت عارف ان سليم بريء يا صلاح بيه. بعدين جاي النهارده وجايب دليل براءتي معايا. واللي معاه دليل براءه يعمل اللي انت بتعمله ده؟ عندك حق، بس الدليل اللي معايا يطلعني بريء قدامك انت بس، لكن ما يخرجنيش بره القضيه. بعد اسأل نفسك ليه انت بالذات دورت عليك مره واثنين وثلاثه؟ مش انت ظابط حقاني ومحترم وعمرك ما جيت على حد حتى بعد ما سبت القضيه غصب عنك؟ اسمعني، نزل سلاحك واسمعني. ابوكي فين يا هدى؟ مش هنا. ويا ترى انت لوحدك ولا سايب لك حد من الرجاله اللي كانوا معاه عشان يونسك؟ لم لسانك يا عطيه. كده ماشي. قسما بالله انت مكان ليك الا ابو مصعب، هو اللي يعرف يشكمك. طب يلا انجز بقى بدل ما اهبش فيك. شكلك لوحدك. صحيح حضرة النظر هرب وسابك ولا ايه؟ عشان عارف ان احنا عمرنا ما نتعدى على حرمه لوحدها. الشيخ صالح ابو فضه ما يهربش ولا حتى من الموت. هو راح مشوار وسابني عشان عارف ان انا بعشر رجال من عينتك انت واللي معاك. عيل الكلام يا هدى. انا عامل حساب انك حرمه لوحدك. صحيح، بس للصبر حدود. فعلا للصبر حدود. فيا ريت بقى تنجز وتقول جاي ليه يا عطيه. طب بلغ ابوك اني ما بتهوش، وان اول ما المهله تخلص بالدقيقه هجيب البيت ده على اللي فيه بالبلدوزر والرجاله، سواء فاضي او مليان. السلام عليكم. صدقتني؟ بس الفيديو ده بيقول ان تامر ابو المجد هو اللي قتل البنت، لكن ما بيقولش مين اللي قتل زياد. عشان كده ما وديتوش النيابه وجيت لك بيه، عشان النيابه عايزه دليل واضح. مش فاهم تقصدي ايه. قصدي انك بعد ما شفت الفيديو ده اكيد مش مكدبني، وان زياد صور تامر بعد ما خبط البنت وجالي بعديها رحت امسك الواد موته زياد ولبسه لي انا وهو، عشان احنا الوحيدين اللي عارفين. مجرد كلام نظري. انت عارفهم كويس وتعاملت معاهم كتير، بعرف ان هم ما بيرحموش واديهم طايل. دول حتى بعدوك على القضيه عشان ما مشيتش على هواهم وعملت اللي هم عايزينه. بس انا ما افتكرش ان لطفي والمجد يعمل ده كله لوحده.
ما هوش لوحده، لطفي ونشأة وحماد وتميم وزناتي ويعلم مين كمان معاهم. انت عايز مني يا سليم، خصوصا انك عارف ان انا سبت القضية. عايزك تصدقني عشان مفيش غيرك دلوقتي اثق فيه. وافرض صدقتك هتفرق معاك؟ هتفرق، على الاقل انا وانت نبقى في خندق واحد. شادي شادي قوم يا حبيبي، تعالى ننام جوه، تعالى هات ايدك هات ايدك. انت كويس يا ابني؟ اه رامي ازيك؟ انا تامر. على صحتك من النوم ولا ايه؟ لا لا انا كنت عايزك في موضوع تاني كده، مش بخصوص سليم الانصاري يا رحيم، حاجه ليها علاقه بالانترنت وكده. طيب شوف مواعيدك كده ولو ينفع نتقابل. ماشي، بس الموضوع بالنسبه لي مهم يا رامي. ها ماشي يا معلم، استنى تليفونك. متشكر. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح. ربنا يا ابني يضلل بستره علينا ويجعل ايده فوق ايدينا ان شاء الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. خليها في بالك على طول يا ابني. ربنا يسترها ان شاء الله. يلا بينا نطلع بقى على المشوار بتاع ابراهيم. معلش يا ابراهيم عطلناك. يا ولا يهمك سليم بيه، احنا يا دوبك نحصلك. حضرتك زعلان، مش عايز اسمع لك صوت. اخوك اتاخر. ده مش كويس لا عشانك ولا عشانه. دلوقتي يجي. ابراهيم لا يمكن يسيبني في المصيبه دي ابدا. طب ركزي معايا كده عشان نعرف هنعمل ايه بالظبط. اخوكي بسلامته طلع حويط، وعشان يضمن ان ما لعبش معاه الدنيئه هيدخل هو الاول وراس ليه. احنا بقى نعمل ايه؟ هنطلع احوط منه. اول ما يجوا نشوفهم استخبي انت كده، وانت ابراهيم اول ما يشوفك هيجر عليك وياخدك ويمشي. وبعدين؟ ولا قبلين بقى هو هيجر عليك ياخدك. وانا مني لسليم الانصاري. مالكش حق عطية تشد عليها بالطريقة دي. ده مهما كان البنت برضه دي بنت كلب. في ايه؟ انت متغاظ عشان ما اتجوزتهاش ولا ايه؟ مين ده يا حاج اللي اتغاظ؟ انا ابو مصعب برضه اللي تترمي تحت رجله خير نساء الدنيا وخير حريات الجنة كمان ان شاء الله. ده كان مجرد حل مش اكتر، وهم الخسرانين ان هم ما رضيوش بيه. طب افرض المهلة خلصت وهم مشيوش، هيبقى ايه الحل ساعتها؟ أبو مصعب إذا قال فعل، قسما بعزة جلال الله لو ما استلمتش البيت قبل ما المهلة تخلص لكون هادد البيت على اللي فيه. وهو إيه اللي هيخليه يجي حتة مقطعة زي دي كده من طوع إبراهيم؟ ما تشغليش بالك بقى، أنا قلت له يعمل إيه بالظبط؟ هيفهمه إن هنا مكان يجي يستخبي فيه هما الاتنين، ولازم يجي عايله. سلام، هما مستخبيين فين دلوقتي؟ وأنا مش عرفني دلوقتي، أنت بترط كتير ليه؟ ما تستني ولما يجوا هتعرفي كل حاجة. ابراهيم نورة، تعالى يا نورة، تعالى ابراهيم ابراهيم.